أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمكن القول أن الواسطة المعروفة في هذه الأيام هي نوع من الرشوة؟ هذه شفاعة، ما هي الواسطة، شفاعة. إذا وصيت واحد يشفع لك في تحصيل حق لك، هذه شفاعة. قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة السيئة أن تشفع في أخذ حق الغير، أن تشفع في أخذ حق الغير للمشفوع له، تشفع في تعطيل حد من حدود الله، تشفع في المجرمين ما يقام عليهم حد. هذه الشفاعة السيئة اللي فيها ظلم أو فيها تعطيل للحدود، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله. ملعون من شفع، وملعون من قبل الشفاعة في هذا. نعم.